لما تيجي تصطاد سمكة كبيرة بقرش صغير كده وحلو كده وياخد السمكة ويمشي. الأب بيبص من بعيد لقى بنته بتاخد حتة اللحمة من الطبق بتاعه. زعل الأب، حس إن البنت يعني مش عارف بتعمل ليه كده. وفوجئ الأب بحاجة غريبة جدا، إن البنت بتخبي حتة اللحمة جوه المكرونة أو الأكل اللي هي بتاكله، وبعد كده بتبدل الطبق علشان أبوها هو اللي ياخد حتتين لحمة وهي لأ، عشان عارفة إن هو شقيان وتعبان. مكنة اللحام ديت أسطورة وسهلة الاستخدام جدا، بتلحم في المية وبره المية وفي أي مكان. بص بص، بيتحط فيها المادة اللي بتلحم وبعد كده إيه، بتدوس عليها بس فقط بتلحم الاتنين حتى في قلب المية. لما تبقى رخم وتيجي تصور واحدة بنت كده وتيجي تقولك أنت بتصورني ولا إيه، تقول لها لا ده أنا بصور نفسي، وتوريها الصور. كنت مصور نفسك شوية صور برضو في الآخر، وبعد كده تمشي وتعمل نفسك بتصور تاني بقى وتلقطها 5 6 صور رخامة. كوبري صغير وهو مش هينفع يعدي او مش هينفع يوطي عشان في ناس راكبه معاه جوه، قال لهم وطوا تحت وانا هعدي من فوق الكوبري. ونروح من فوق الكوبري ووقف المركب تاني. بص الناس لسه راكبه، بص تلاقي ناس راكبه ورفعت، ناس نزلت في الارض ورفعت، وبعد كده هو نزل على المركب. من المواقف الطريفة اللي حصلت لي وحصلت ناس كتير قوي 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 قوي، ان انت تكون مثلا هتاخد عدد كبير من الحاجة الساقعة، فالراجل بيرص وهو يرص واحدة وانت شايلها، يرص واحدة تانية وانت شايلها، بدل ما تقول له مثلا هات لي دست على بعضها، لما انت عايز الدست على بعضها او نص دست على 6 ازايز في الكيس بتاعهم، قولي له انا عايزة نص دست هديكي. فهي كل ما يرص حاجة تروح واخدها تاني، راح اخدهم تاني ورصهم تاني على الرف وجاب لها واحدة مقفولة، وكده يبقى خلصت العملية. بس 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 هنا لما البطل بقى يلاقي الولد الصغير دوت، البطل الجامد يلاقي الولد الصغير يضربه ويجري. طبعا في نوع من المداعبة، هو هيجري وراه نوع من المداعبة كده، يهزر معاه، هو مش عارف ابنه ولا ابن حد من زمايله اصلا مسكه وهيلعب فيه الحديد عشان خاطر يحرم يضربه تاني ويجري. ده نوع من المداعبة، يعني حاجة لطيفة، حاجة بيلعب بخف الدم وبطريقة يجذب بيها الناس اللي بتتفرج عليه ويحبوه. فعلا بيبقى أحسن بكتير طريقة البانتوماين الكلب والقط والصراع الأبدي. بص بص بص، الكلب بقى لما بيكون عايش عيشة مرتاحة والست دي زي أمه بالظبط، بص بتحضر له الفرشة وبعد كده هتغير له هدومه كمان، هتلبسه وهتغير له هدومه وبعد كده إيه، هتلبسه شراب كمان عشان السقعة. الشراب والدنيا والدنيا اتظبطت اهي، وهتعمل له المحطة وهتفضل يا حبيبي اتفضل. عمري لما لقى الغزال الصغير الجميل ده طالع من المية هجم عليه، بس الغزال الصغير نزل المية تاني وفضل النمر مستنيه جاي يطلع، لقى في وشه تاني راح بعد. بس الناس اللي هم موجودين دول انقذوا الغزال الحمام. بص بقى لما ركب العجله اللي هي الربع بست، مش عايزه تتحرك مش عايزه تتحرك، وهو طلع بقى ان هو بعد كده يسوق العجله مكان الراجل عشان يمشي بيها، علشان هو اصلا بيوصله بيعمل في خير يعني. فطبعا هي ربع بست اصلا مش عايزه تتحرك، يعني هي دوب شايله الراجل ده بالعافيه. هو هيحاول يحركها، بص 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 هيطمع فيها، هيحاول يحركها وهيمشي. وطبعا الراجل ماشي جنبه عادي لان دي سرعتها بتاع 2 متر في الساعة. بص ماشي جنبه ازاي،